كان أمل بالنسبة لي. بوابات كنانة عبارة عن 4 بوابات. هل الثروة السمكية بحجمها اللي موجود بعدد المواقع اللي موجودة اللي ممكن يكون وصل حوالي 80 موقع مش ممكن تبقى بوابة رقم 5 لكنانة؟ يبقى اسمي بوابة الثروة السمكية وما أكونش جزء من بوابة أراضينا. أنا بسأل حضرتك. أنا سألت نفسي ده السؤال امبارح وأنا بدور على الثروة السمكية، قلت ليه هي جزء من أراضينا؟ ولو حضرتك دخلتي على أراضينا هتلاقي الأرتكل كله جاي من عندنا. إن شاء الله تعالى، يعني بتمنى من وجه الله تعالى إن الثروة السمكية تبقى مصر على مستوى العالم العربي نمرة 1. أنا وصلت حضرتك 4000 مقال وعندي مقالات حفظ بدون نشر كل يوم. حضرتك إحنا الموقع الوحيد تقريبا اللي كل يوم بينزل فيه مقالات، أقل حاجة 5 أكتر حاجة ممكن 15 يوميا جمعة وسبت. حضرتك ارجعي تاني هتلاقي ان الديت بتاعي كل يوم اسعار اسماك العبور، ودي بيهتموا بيها جدا. منى بتنزلها كل يوم كل يوم، وده مهم جدا جدا جدا. درجة الحرارة والطقس بننزلها كل يوم لان ده مهم للصياد. طب اسأل حضرتك سؤال بقى، معلش هو مش في نقاط الاقتناع. لو حضرتك عهد اليكم مثلا بوضع اهم 5 ملامح للبوابة الناجحة، البوابة المعرفية الناجحة، انا هقول لحضرتك اوكي. انا الاول اسم البوابه ايه؟ فالبوابه انا بتكلم عن الثروه السمكيه، يبقى الثروه السمكيه في مصر بتتكون من حاجتين، من المصايد السمكيه ومن الاستزراع السمكي. لو انا قدرت الاستزراع السمكي والمصايد السمكيه بنسبه 85% ابقى انا بوابه ناجحه، يعني انا اوصل للمهتمين بالبوابه دي، الجمهور المستهدف، يعني تضم كل اهتمامات الجمهور المستهدف بالظبط. نمرة 2، انا في ناس بتعمل دراسات عن الثروه السمكيه، يبقى ابتدي نمرة 2 الباحثين والدكاتره، انزل الابحاث عن الثروه السمكيه. في ابحاث كتيره جدا، في رسائل ماجستير وفي رسائل دكتوراه بينوه عليها في موقع المكتبه في الاكاديمي موجود في هذه البوابه، لكن بينوه عنها بجزء بسيط. انا نفسي انزل ابحاث حقيقيه. انا بعمل كمان بالجانب الاكاديمي ده جوه البوابه لازم، وانزل للشخص نفسه، انزل للصياد البسيط اشوف حياته ايه. انا ده من ضمن احلامي انا كاماني اسماعيل، انا عايز انزل للصياد في بيته، خبره عمليه برضه تبقى جزء من البوابه، اوضح الجانب اقول ايه العملي بتاعه، مشاكله ايه، اقدر افتح. يعني انا بوقف الصيد عشان اعمل ثروه سمكيه ورايح اعمل راحه بيولوجيه للاسماك، طب انا ممكن اعمل له مشاريع ايه؟ المشاريع دي تتعمل منين؟ من خلال الجمعيات. فين الجمعيات؟ جمعيات ليه مقصره؟ ايه مشاكل الجمعيات؟ يعني حضرتك هي بتبقى حلقات، ايوه مشاريع للصياد مع الجمعيات، لازم الصياد يشتغل. هو الصياد بس يصيد سمك؟ ما هو الصياد ممكن يفتح سوبر ماركت، الصياد ممكن يعمل مزرعه سمكيه، يبقى انا برتقي بالصياد وبحل له مشاكله، ما يبقاش فيه مشاكل ساعتها ساعه وقف الصيد الدنيا ما تقفش، ولا الثروه السمكيه دي قتل الدنيا، لا، لاني انا بريح لك السمك عشان تقدر تصطاده. هي الاولى على مستوى الاستزراع السمكي في الدول العربيه والدول الافريقيه. انا عايزه انقل الخبره العمليه اللي موجوده في المزارع الخاصه وانقلها للعالم العربي، انقلها للعالم كله. اجيب الدكتور اسماعيل رضوان اللي هو خبير الاستزراع السمكي العالمي، واللي انا عامله له الحمد لله تعالى الشرف ان انا عامله له موقع، يكلمني هو بنفسه ازاي بدا مشروعه، ازاي شاب مصر عندها الخبره في الاستزراع السمكي. مصر المرتبه الاولى على مستوى العالم العربي والدول الافريقيه في الاستزراع السمكي، ورقم 11 على مستوى العالم في الاستزراع السمكي. يعني دي حاجه قويه جدا. ازاي انا اظهر ده؟ مش هظهره بكلام، انا هظهره بخبره عمليه. انا هنزل المزارع الحكوميه واقول انا عندي مشاكل في المزارع الحكوميه كذا وكذا وكذا، انا عندي خبره عالميه في المزارع الخاصه في كفر الشيخ، وكل واحد يتكلم عن مزرعته وازاي ابتداها. يعني ايه مفرخ سمكي؟ ولو انا شاب لسه طالع، البطاله اللي موجوده دي ازاي اقضي عليها؟ ما انا شاب ممكن 5 أو 10 يشتركوا ويعملوا مزرعه سمكيه، ليه انا ما اعملش حاجه زي كده؟ انمي المجتمع، اقضي على البطاله. بتيجي على الفيسبوك وبتيجي على الموقع بيقول لك انا عاوز استورد زريعه، استوردها ازاي؟ زريعه الاسماك عشان هو يعمل مشروع في الدول العربيه او بره. حضرتك فدي خدمات ممكن احنا بنقدمها، وبننزل للإدارة المختصة وبنسألها ازاي بيحصل كذا، ازاي بيحصل التصدير على حسابكم ولا على حسابنا، في حد هيجي يستلم في. هل سهولة اللغة دي تفرق في مستوى التعليمي؟ انت حضرتك بتقسمي مقالاتك على اساس شرائح المجتمع اللي موجودة عندك. في الدكتور والباحث بتكلميه بلغة معينة، وفي الصياد البسيط هتكلميه بلغته عشان يقدر يفهمك.
ازاي هتوصلي حضرتك الحكايه دي؟ ابقى ناجح ازاي يعني؟ الفيسبوك شغال حلو قوي، والرسائل على الموقع شغال على طول، احنا ما بنسيبش رساله، رساله بتيجي على طول بتتفتح، بتتقدم للمهندس محمد شعبان على طول، حتى هو قال بلاش كده. على الفيسبوك؟ نعم. فيسبوك عندكم عنوان ايه يعني ادخل عليه؟ الصفحه الرسميه للهيئه العامه للتنميه السرطانيه، لان في ناس ثانيه عملوا الهيئه العامه للتنميه السرطانيه، فخلناها زي الموقع الرسمي، خلناها الصفحه الرسميه. مشاكل كمان اللي ممكن اي مستخدم يعني ممكن بيتعرض لها لما بتيجي بيرسل لنا الحاجات دي، سواء مشاكل استخدام ايه، مشاكل هو مشاكل خاصه بيها، سواء في الاستزراع، في المصاير، في المفرخات، في اي حاجه طبعا بيرسل لنا، واحنا في اي اداره هنا متخصصه بنبعت لها السؤال او المشكله ديت، وبترد على استفسار ليها وبنساعده بالشكل ده. فحته المشاكل ديت اللي ممكن بتعرض لها اي حد يعني، ممكن دي ومش بس مشاكل، هو بيطلب كمان دراسات جدوى استفسارات وكده. والميزه كده ان كل اداره هنا متخصصه في شغلها. انا الاعلام حريه، انا قلت على الدكتور محمد فتحي ليه، هل انا تجاوزت استخدام الحريه بطريقه غلط ولا انا استخدمتها صح؟ لو انا استخدمتها صح وان انا ابتديت اشتغل وشغلي ده ما اثرش من ناحيه سلبيه على اي حاجه تانية، ليه حضرتك هتخنقني تاني؟ ما تسيبني، ما تسيب الفريق بتاعي يقدر يتكلم ويقدر يعبر عن نفسه. هم مش عايزين مشاكل معاكم. لا، هو دكتور محمد الحمد لله تعالى متفاهم يعني، ربنا يخليه. لا، انا هقدم حقيقه، انا هقدم واقع مصري موجود. لا، في مشاكل اه ممكن اقولها بطريقه معينه بمحاوره معينه، بنعمل مونتاج للحاجات دي، لكن انا لازم اقدم المشكله اللي موجوده. لو حضرتك بتخاف من حاجه معينه، انا مش بخاف، سيبني، ايش عرف ان انا اكون مسؤوله قدام ربنا ان انا بلغي حاجه معينه؟ اسمع، من كل واحد من حضراتكم احتياجه الشخصي عشان يخدم هذا الموقع، يعني ما اقصدش البروفيشنال نيد مش البيرسونال، يعني لخدمه هذا الموقع بشكل افضل. نبدا منين؟ مش عارفه حاجه دي، انا حاسه ان هي ممكن تبقى داخليه عندنا، اللي هي مساعده الناس اللي بنقوم لهم او بنعمل لهم مواقع. دي حاجه شخصيه بينا احنا هنا. ازاي يبقى الدعم الفني للمواقع؟ الدعم الفني للمواقع دي ممكن تكون كلمه شامله، يعني الدعم الفني للمواقع اللي انتوا بتعملوها، المواقع اللي ضربت بشكل ايه يعني، ايه اللي محتاجاه؟ اهم حاجه دلوقتي احنا يعني حته الاجهزه الكمبيوتر دي فعلا شغلانه لاعلى مستوى، يعني تقريبا احنا نص الشغل بنشتغله في البيت لنا، نص الشغل بنشتغله في البيت. لكن مهاره الدعم الفني نفسها، التريننج على التكنيكال سبورت نفسه، تريننج انفراستراكشر يعني. اوكي، احنا كانت الاستاذه نجلاء قالت ان هي تعمل لنا، اول ما بدانا القناه التلفزيونيه قالت ان هي تعمل تريننج عن الجرافيك المونتاج اليوتيوب. يعني احنا اقول ان كريم هو اللي علمنا واحنا اشتغلنا، وبعد كده ابتدينا نجيب برامج تانية، كل واحد بقى يعني عارف حضرتك بمهاراته الخاصه وجزئيه كمان المونتاج دي مهمه جدا، انتوا محتاجه تقطعوا كتير قوي يعني. وموضوع الرفع على اليوتيوب، دي كمان دي برضو دي مقصره معانا قوي، هو الليميت اللي مكتوب هو ربع ساعه فنية الجزئيه دي. أي. ان اليوتيوب حاليا بيدينا فتره ساعة زمنيه قصيره، اعتقد حلها لو دينا سيرفر. طيب ده بالنسبه للاستاذه منى، وبما يتعلق بكل التكنيكال سبورت والتدريب والانفراستراكشر والكلام ده كله، استاذ جوزيف دلوقتي نشكر ربنا بقى عندنا الكاميرا الجديده ديت، جت يعني انا وكريم كنا بننزل من قبل رمضان اللي فات بشهر او اكتر علشان نجيبها، دي لسه جايه من قريب لف، والمايك يعني كل ما الموضوع بيبقى امكانيات بتبقى في ايدينا اكتر، كل ما نقدر نوصل حاجات اكتر، كل ما نقدر ننجز ونعمل حاجات اكتر، كل ما الكاميرا اللي في ايدينا بتبقى لينا بتدينا امكانيات اعلى، كل ما بنقدر نوصل ونكبر اكتر. الكورسات في التصوير برضو يعني مش ليا بس، لاي حد هيجي مكاني او يشتغل معايا في نفس الكارير بتاعي. الكورسات في التصوير ده دنيا تانية، وان انا اتعامل مع كاميرا حديثة ده دنيا تانية. بعيد منى في احتياجنا برضك للاجهزة، اللي احنا عشان نقدم حاجة كويسة لازم محتاجين اجهزة عشان نقدر نقدم الجديد وكل القناة. لا مش قناة، موقع ادارة. موقع ادارة. موقع ادارة. اوكي.
بالاضافه انا ومنى وشيماء بالاضافه برضك للدعم الداخلي والخارجي, يعني دعم فني من موقع الادارات هنا وبره. لا, وفي حاجه تانية قويه بالنسبه للفيسبوك استاذن نسمة, ان احنا كان بيحصل لنا ان كنا عايزين بروتكشن, انا مش كل حد يدخل يهاجم لي قيادات الهيئه بالنسبه لنا, وانا طلبتها. دي فانكشن شغاله ولا لا؟ مش شغاله, عايزاها. دي من ضمن المطالب. هي افيلابل اصلا على الفيس اللي هي يعني على كنانة, يعني في الابديت الجديد يعني دكتور ابراهيم قرر يا تيجي كومنت يا ما تجيش. في الفيسبوك انا ما هسال برضو اذا كان في فلتريشن اصلا كومنتس ولا لا, يا اما برضو يا تيجي يا ما تجيش. وبتكتبي مقالات؟ أو نجيب كنت بكتب مقالات. من فين مصادر حضرتك قبل ما تكتبي المقالة؟ بتكتبيها ازاي؟ من مجلة تعليم. اوكي. وبعدين فتحت موقع لإدارة التغذية, كنت باخد منهم حاجات وبنزلها وبعرضها على الموقع وكده. بعدين مسكت رسائل القراء مع منى. اوكي, احتياجات حضرتك بقى عشان تقدري تدي الموقع وتدي ال برضك الاجهزه وتكنيكال سبورت كمهارات كتدريبات كورسات في حاجه معينه؟ حضرتك نفس الكلام يا اوبن فور ايفريثينج. بالنسبه بس عشان الفيديوهات اللي احنا بنصورها مع ناس متخصصين دكاتره او ناس يعني متخصصين في الاستزراع او في اي حاجه هنا في الهيئه سواء بحوث او تغذيه او كده, المشكله ان هي بعد ما تصور ممكن الواحد ما يحسش ان هي اتشافت يعني بالقدر الكافي او اللي بيرضي يعني الواحد. انا كان بس اقتراحي بس المدام اماني يعني ان هي يعني احنا عملنا مثلا ان كل اسبوع او كل شهر اكتر فيديو تشاف, يعني يا دوبك بس ورقه تتعلق في رحت الاعلان ان في فيديو. لا بالعكس والله, متهيألي ده هيعمل منافسه, والمنافسه حلوه يعني بتعمل بتشجع الواحد على انه يشتغل. مش بس بقى في الفيديوهات عموما, حتى في المقالات يعني لو نزلنا كل اسبوع كل شهر المقاله دي يا جماعه اكتر مقاله شافت. انا متهيألي لو واحده شفت حاجه زي كده انا هخش اشوف ايه المقاله بقى اللي الناس كلها شافتها دي. يعني ان هم يبقوا قد كده فاهمين قد كده, يعني حتى لما واحده بتكتب لا ما تكتبيش, انا مش عايزاكي تكتبي ورايا, انا عايزاكي تفهمي وانت تفكري, اكتبي اللي انت عايز تكتبيه. لو النهارده كتبتي كلمه بكره تكتبي سطر, بكره تكتبي مقاله. صحيح. متشكرين جدا يا فندم وميرسي على الاستضافه. الاثنين جدا ميرسي, وانتوا يا بختكم بقى معاكم دينامو حقيقي يعني ما شاء الله. يعني الدعم من هنا والروح من هنا, والحمد لله تعالى كل قلوبه حلوه وكله عاوز يعمل حاجه حلوه للموقع. ما فيش حد بيفكر لوحده انا اسمي كذا, لا الحمد لله تعالى بحاول اخلي فيهم احسن ما عندي يبقى عندهم, والوحش اللي عندي ارميه يعني بره. هم الامل دايما بقولهم انتوا احسن مني لان انتوا لسه صغيرين والامل فيكم كلكم, يعني بحبهم زي ولادي كلهم.